مرحبا بكم. اليوم حنعمل البسطرمة لكل أنواع الدايت ولمرضى السكر ولضغط الدم. سهلة، مكونات كثير بسيطة. يلا على الوصفة. يمكن استخدام ماء البنجر أو ملونات الطعام أو بدون أي ملونات. تقريبا معلقتين ماء بنجر بناخذ. كيلو فخذ دجاج فليه يكون، ممكن نجيبه جاهز احنا. ويمكن استخدام ماء البنجر او ملونات طعام او بدون اي ملونات. معلقة صغيرة ثوم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة فلفل اسمر او اسود، معلقة صغيرة من الملح، يفضل ملح الهيمالايا، جبنة موزاريلا أو أي نوع متاح، 100 جرام تكون مبشورة ناعمة يعني تقريبا 1 كوب. نطحنهم جيد يعني تكون مثل الكريمة. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. مثل هيك لازم تكون مثل الكريمة، تكون ناعمة جدا جدا. ممكن استخدام أي قالب متاح عنا، قالب كيك يعني أي شيء متاح عنا. يجب تفريغ الهواء جيد مثل هيك. هيك أصبحت جاهزة يعني يكون شكلها حلو. بنغلفها بالنايلون المخصص للطعام، بنغلفها جيد منشان ما يدخل بخار جوا ومنشان ما يطلع البخار اللي جوا لبرا. نوضعها في القدر أو طنجرة، ويجب أن يكون الماء نصف قالب البسطرمة على نار متوسطة لمدة 75 دقيقة. هذه هي المكونات. هيك أصبحت جاهزة للتقديم. ممكن نقدمها مثل ما هي هيك أو نقدمها مع بيض. هل قد بفرجيكو خيار للتقديم. شوفوا كيف هي كتير روعة وصحية جدا مثل ما انتو شايفين. كتير هي روعة ومكونات بسيطة وصحية. مثل ما انتو شايفين كتير روعة. ممكن ندهن قليل من الزيت ونوضع البسطرمة ونقدمها مع البيض. هذا خيار طبعا على نار تكون منخفضة. وبنتركها تقريبا 5 دقائق. ممكن بعد 5 دقائق نوضع قليل من الجبن فقط لمدة دقيقة. وهيك أصبحت جاهزة. ممكن نوضع توابل البيتزا، وأنا حأوضع رابط أو طريقة توابل البيتزا تحت في صندوق الوصف. وهذا الخبز هو صحي للرجيم ولمرضى السكر ولضغط الدم، هو الأفضل. سأوضع الرابط تحت في صندوق الوصف أيضا. كتير هو صحي هذا الخبز. مثل ما انتم شايفين كتير هي روعة ومميزة. بخصوص الخبز حأوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. أتمنى أن أنتم تكتبوا لي تحت رأيكم بالتعليقات، لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.